السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض نشيد أمي. أمي أمي أغلى الناس تسكن دوما في إحساسي، هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي أمي وتعلمني حب الناس أمي أمي أغلى الناس. اقرأ ثم صل. هنقرأ الجملة وهنوصلها بالصورة المناسبة ليه. أمي تقرأ لي، أمي تغذيني بيدها، الابن يقدم لأمه هدية. السؤال اللي بعده، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. أخي هو أغلى الناس، العبارة خاطئة. أمي تعلمني حب الناس، عبارة صحيحة. أمي تسكن دوما في إحساسي، عبارة صحيحة. جدي أحق الناس بحسن صحابتي، عبارة خاطئة. اذكر مرادف كل كلمة من الكلمات التالية. مرادف أو معنى كلمة إحساسي شعوري. مرادف كلمة أغلى أعز. مرادف كلمة تسكن تعيش. السؤال اللي بعده، اذكر جمع كل كلمة من الكلمات التالية. جمع كلمة أم أمهات. جمع كلمة إحساس أحاسيس. جمع كلمة أب آباء. السؤال اللي بعده، اقرأ ثم صل. هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي أمي. أكمل ما يأتي. أمي نقط، أمي هي أغلى الناس، هي نقط، هي تحميني. استخرج من البيتين السابقين كلمة بها حرف مد. كلمة تحميني مد بالياء، وكلمة تغذيني مد بالياء، وكلمة أمي أيضا هي مد بالياء. استخرج كلمة بها حرف مشدد. كلمة أمي حرف الميم هو حرف مشدد. السؤال الأخير، اسحب الكلمات الآتية ورتبها لتكون جملة. تعلمني حب أمي الناس. أمي تعلمني حب الناس. السؤال اللي بعده، بيدها أمي تطعمني. تطعمني أمي بيدها. السؤال اللي بعده، أمي إحساسي تسكن فيه. الإجابة هتبقى تسكن أمي في إحساسي. وبكده نكون انتهينا من درسنا. يا رب نكون فهمناه كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.